متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر هنا من مدينة أسفي وبالضبط من جماعة سبت كزولة. احنا متواجدين حاليا جماعة سي تي جي. اذا احنا حاليا متواجدين في تراب جماعة سي تي جي. كنقول لكم اسعد الله يومكم. اذا بداية او لا بداية نهاية بداية نهاية يوم موفقة بإذن الله. اعتذر، واحد الصاد كاين واحد الشمس ضاربه دابا حاليا في هذه اللحظات، راه كتقدر انها تقلب الراس ديال شي واحد، اي واحد كيف ما بغى يكون نوع ديالو. السلام عليكم فرح، مرحبا بكم معنا. اذا احنا حاليا متواجدين في احدى الضيعات اللي متخصصه في تربيه وتسمين المواشي الخاصه بعيد الاضحى. نعرفوا على مجموعه ديال الانواع، نعرفوا هذه المواشي، هذا النوع ديال المواشي شكون المستهلكين ديالها. تشوفوا واحد الجوده عالية ديال المواشي اللي كيتم الإنتاج والتربية ديالها هنا في هذه المنطقة. أعطينا سيدي محمد شي واحد تاني نشوفوه. كل شيء هادشي تاني تبارك الله. 62 الحليب ايه شدوا لنا شي واحد. هانتوما الاخوان دابا حنا نعرفوا حتى الفرق ديال الاثمنه، تعرفوا الاثمنه ديال هادو هاد الحواله هادو كيتراوح الثمن ديالهم ما بين 2000 درهم و4000 درهم. الصغير فيهم داير 2000 درهم والكبير فيهم داير 4000 درهم. حواله اثنين هنايا. تحيه لسي توفيق مشرف، مرحبا بك معنا في هذا البث. سي نور الدين السلام عليكم. تحياتي، لاباس عليك؟ صحيحة، هانيا نتشرفوا بك سي نور الدين. مراتية تقني الجمعية الوطنية لنقد الأغنام والماعز. حاليا حنا كنتواجدوا في الضيعة ديال منير المسقي اللي هو رئيس تجمع عدلة. كيف ما تتشاهدوا هذه واحد ضيعة من بين الضيعات اللي تنحطروهم هذه واحد الضيعه اللي هي نموذجيه. كما تتشاهدوا حنا تنخدموا نفهمه السلاله ديال السردي. هاد السلاله او لا راس اللي بغينا نقولوا السردي هذا. اييه السردي هي مرقمه كيف ما تتشاهدوا، هذا رقم وطني، هذا هو اللي تشوفوا خاص بعيد الاضحى. فيما يخص هاد الكبش هذا ها هو ثني كما تتشاهدوا. اييه ثني في صحة جيدة الحمد لله كيف ما تشاهدوا. اللهم بارك. هذا تقريبا الثمن ديالو هنا سي نور الدين شحال واصل؟ بالنسبة للأثمنة ما غاديش نقدر نقول لك، لأنه هو السيد المالك ديال سميتو هو اللي غادي يكون، ولكن نقدر نقول لك هنا على ما تنشوف الأثمنة غتكون تتراوح ما بين 2500 حتى 4000 درهم. ما بين 2500 و 4000 درهم، لان على حسب العلف، على حسب يعني الطريقه باش تربى ولا باش تسمن داك الحولي، هذا الناس يختلفوا. دابا واش حتى العلف كيلعب دور كبير في الارتفاع ولا الانخفاض ديال الثمن ديال الضحيه؟ بطبيعه الحال مساله ضروريه، لان الاعلاف تختلف الاثمنه ديالها، وكل واحد كيعطي العلف اللي هو مقتنع به، وعلى حساب ديك يعني الطبقه لا كاتيجوري ديال الناس اللي تتقدى عنده. هاد البهايم كيف ما تتشاهدوا هي تقريبا نقدر نقول لك بانها تتاكل ماكله طبيعيه 100% الفيليه الذرة والشعير. نقدروا نشوفوا شي حاجه من ذاك الماكله اللي كياكلوا؟ لا خليك معايا سي نور الدين. سي نور الدين، هذا العلف اللي كياكلوا البهيم واش كيلعب دور؟ زعما شنو الفرق ما بين هذا اللي غياكل هذا ولا اللي كياكل شي حاجه اخرى؟ كيف ما تتشاهدوا ها هي الذرة والجلبانه الفيليه. غادي نعطيك واحد المثال دابا هنا من خلال هذا العلف هذا اخي، هو انه دابا كيف ما تتشاهدوا هذه الفيليه دابا حاليا كدير في السوق 6 دراهم الكيلو. 6 دراهم الكيلو. هاد الجلبانه كذلك حتى هي كدير تقريبا 6 دراهم دابا الكيلو. يعني الناس دابا حنا خصوصا بالناس اللي منخرطين معنا تقريبا في الجمعيه، كنصحوهم بانهم كنصحوهم وكنلزموا عليهم فيما يخص الجوده ديال الاعلاف. يعني تكون اعلاف اللي هي طبيعيه
ولله الحمد كيف ما تتشاهدون الناس مشاو معنا، مشاو معنا في هذا الطرح وتحملوا كيهزوا الهم يعني ديال المستهلك، لانه بحال قلنا واحد الكسامه، الكسابه اللي هما عندهم واحد كيخدموا بواحد لابيل اللي بغينا نقولوا بواحد العلامه، لانهم معروف للناس الاخرين. واخا بالنسبه هاد السنه هادي كيقولوا مجموعه ديال الناس ان كاينين الاثمنه منخفضه والحوليه فابور، هنا دابا كنسمعوا كاين ثمن شويه بالنسبه للمستهلك العادي غيجيه شويه غالي من طبيعه الحال. دابا نقدر نقول لك هنا واش هادشي معايا اثرش دابا نوصل على 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 صاحب الضيعه انه ما يبيع، ما كاين ما يشريش من عنده الى جا الثمن غالي. تقريبا نقول لك راه هنا الاثمنه على اللي ناقصه واحد فيما يخص بالنسبه لواحد الحول اللي كنت عليه تقريبا هنا ديال 4000 درهم، راه كان قبل يقدر يدير 5000 درهم بحق ناقص حتى هو. كاينه اثمنه بالنسبه للسوق، كاين الاثمنه كاينه ابتداء بالنسبه للسوق، بالنسبه للسوق كاينه اثمنه ابتداء تقريبا من 24000 ريال ل 3000 درهم، هذا هو الموين يعني 1200 درهم. 1200 درهم يضحي يعني الاثمنه منخفضه. اذا كتبقى مساله ديال الجوده، وديال الاختلاف ديال الناس كيفاش ربوا، ولا يعني الشريحه ديال الناس اللي تيتعامل معاها. واخا هنا دابا نفترض انا في السوق باش نقدر نفرق ما بين حولي واكل مزيان وحولي ما واكلش مزيان، غادي نقدر نقول لك غير اولا تقريبا من اللون ديال 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 الحولي ما خصوش يكون يعني موسخ شي شويه، وهذا نشوفوا شي واحد باش نعرفوا اكثر ونتبعوا ونقربوا المتابع ديالنا اللي كيشاهدنا هذا المباشر. هادو معلومات جد مهمه خصوصا الناس اللي اول مره غيتوجهوا للاسواق هذه السنه باش يتقداو الحواله ديالهم، محتاجين يعرفوا مجموعه ديال المعلومات اللي يقدروا انهم يعاونوهم اثناء الاقتناء ديالهم. كاينه المساله كذلك ديال السن كتعرف حتى هي دور، يعني السن البذري مثلا اللي كنقولوا البذري سني الحليب ولا 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 الثني ماشي هو لا الرباعي ولا السداسي ولا جامع. كذلك المساله ديال بالنسبه للقلب كتكون الريحه كيف ما تشاهد. دابا دخلنا حنا الكوري تقريبا نقدر نقول لك بحال ما كاينينش في كوري، ما كاينش شي ريحه ولا شي حاجه. المساله يعني في التقليب الانسان ملي تيكون يقلب ينتبه للمساله ديال الريحه. كذلك صافي الا كانت ريحه كريهه صافي دابا غير الاعلاف الروت ديال الحيوان ما نقدر حنا ما نقولوش كاينه هي اعلاف يعني مرخص لها وقانونيه وهذا، ولكن كاين الناس اللي ما تيقبلوهاش باش هي ما معقوله يعني ما فيهاش مشكل ولا شي حاجه، ولكن كاين بعض الناس اللي ما تيقبلوهاش. كذلك المساله ديال كيف ما قلت لك السن، كذلك السلاله الا دوينا على السلاله ديال السردي فهي تقريبا نقول لك الاثمنه ديالها مرتفعه على باقي السلالات تقريبا. السردي السردي تقريبا هو الاغلبيه ديال الناس تيمشيو لهاد السلاله، يعني من خلال اللون ديالها، من خلال الجماليه ديالها كيف ما تلاحظ هي سبحان الله عندها واحد الميزه خاصه. اشي واحد نشوفه داروا عجاجة اذا رجعنا معك سي نور الدين. رجعنا سي نور الدين، كيفاش تتم العمليه ديال التقلاب؟ العمليه ديال التقلاب هي اولا مساله ديال السن، اشنو السن اللي بغيت كيف ما تتشاهدوا هذا عنده هاد جوج ديال السنين هنايا تيكونوا كبار، هذا يعني اثنين. إذا كانوا عنده سنينات صغيورين بحال هادو كلهم تتسمى سنين الحليب. إذا كانوا عنده هادو أربعة هنايا كبار بحال هذا تتسمى رباعي. إذا كانوا السنين كلهم ستة ديال أول حاجة هاد المسألة هادي تذكرنا عليها. ثانيا أن هاد الخروف كيما تتشاهد ما فيش يعني شي خنونه ولا شي حاجه يعني ولا تيكح ولا شي حاجه، هو صحه جيده. المساله الثانيه اللي غندوزو لها هي واحد
تسمى العر لونفادينيت غازيوز. هذا العر وراثي وكيكون مع السخونيه الى اخره. باش نقلبوه تنجو لهاد هاد البلايص هادو. اها هاد البلاصه الاولى اللي هو كيمشي دائما اللي كنقولوا الولسيس. اها هذوك الولاسيس هو تيقدر ينوض فيهم. تنقلبوا هنا تنديروا بحال هكا وهنا وهنا. اذا هنا باش كتعرفوا واش كتلقاه؟ كتلقاه وارم. وارم كيكون هو كيكون داير واحد الكونفلي داير واحد سميتو كيكون تحت الجلد. اها هو راه لا ضرر فيه ولكن كاين بعض الناس لانهم ما تيفهمتي لحبه انا ما كامتكونش النفسيه ديالهم ما تتقبلهاش ولا تيجي تيولي فيها هذا ولا هذه في حاله كنقلب هنا هنا في هذا البلايص حتى هما كذلك ما يكونش فيه كذلك هنا بين هذا ديال الكتاف في هذا البلاصه هنا يكون في هذا البلايص هادو هنايا بحال هكا كذلك هنا في هذا تنقولوا حنا الشكل هذه البلاصه. كذلك يقدر يكون هنا بحال هذا الحمد لله سليم في صحه جيده هذا نوع ممتاز نقدر نقول لك هذا بان الاب ديالو واحد يبغوا واحد السلاله محسنه. دابا كاين حتى السلاله المحسنه دابا ولا عندنا هذا الشيء ديال السلاله المحسنه من طبيعه الحال كاين السلاله المحسنه راه كاين حوالي ديال 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 40000 درهم حولي ب 40000 درهم. لا اييه كاين هادو نقدر نقول لك هاد الخرفه اللي تتشوف البو ديالهم تيدير 20000 درهم. جوج المليون 20000 الحولي ديالها. اييه اييه 20000 درهم هادو بحال قلنا الدرجه الثانيه كنديروا تحسين النسل كناخذوا زعما دوك لي زيليمون اللي هما مزيانين اللي هما فيهم يعني المواصفات ديال السرديله بغينا نقولوا ودوك ما تبقى اللي ما غاديش يخدم لينا يعني ماشي سلاله ما فيهاش مواصفات ديال السلاله هما اللي كندوزوهم اللي كندوزوهم لونغريسمون يعني للتسمين كيتوجهوا للذبح هما اللي كيمشوا لعيد الاضحى. هكاك فيما يخص بالنسبه اللي فيهم دابا مول هذا 20 الحولي ديال 20 ما كيتباعش ولا لا ما كيتباعش هذاك تيبقى هو الفحل الفحل ديال الغنم ديال الغنم هو اللي هو اللي كيدير العمليه ديال التوالد تماما تماما العمليه ديال الطرازه. هكاك قلت لي كيوصل بعض المرات الثمن ديالهم حتى 40000 درهم بالنسبه للفحوله بالنسبه للفحوله المحسنين يعني الفحل اللي غيشد واحد السيد وغيدي يدير من الزريعه كيوصل حتى 40000 درهم. بالنسبه للخروفات راه كاينه خروفه يعني سنين الحليب ولكن كنقول لك على يعني جوده رفيعه كتقدر دير 5000 درهم خروفه. خروفه كنسمعوا دابا في وسط السواق فاش كنمشيو كنسمعوا السوق كتقدر تلقى الخروفه ب 700 درهم جوج 800 درهم ما فهمتيني كاين هذاك الشيء كاين وكاين الخروفه اللي دايره 5000 درهم 5000 درهم كاين هذا الشيء ولكن هذا اللي غيشري خروفه ب 5000 درهم ما غيديهاش يذبحها غيديها حتى هي باش يأصل منها وغادي يشري لها حتى هي الفحل مزيان وهذا باش هو يعني عشقها على ذوك المواصفات اللي فيها ما يمكنش نذبحوها شحال غيكون فيها ديال اللحم هي كاع هاد الخروفه ديال 70 كيلو 80 كيلو وانا ما غايشريهاش بهاد الثمن هذا تماما. اذا دابا هادو نقدروا نعتبروهم حتى هما من سلاله نقيه ولا سلاله جيده من من من, من النوع ديال السردي. سلاله ديال السردي هذه سلاله اللي هي يعني نقدر نقول لك اللي متوجهه كما قلت لك ماشي متوجهه فيما يخص تحسين النسل. اذا حتى الناس دابا غادي نشوفوهم هما معزولين بوحدهم بالنسبه اللي كتجي. يلا نشوفوهم. نعتذر الى انقطع اللايف خلوكم معنا ما تمشوفين لكم باش نشدوا الريزو. هذا الطاوس دابا نخليكم معنا متابعينا الكرام نشوفوا الخروفات اللي عندهم مواصفات قلتي لنا سنرضي المواصفات ديال السلالة جيدة من السردي. المواصفات ديال السلاله كما خلوها كيقول لك السردي المواصفات ديال السردي هو انه يمشي في سواد وينظر في سواد وياكل في سواد ما معناها هو ان العينين ديالو تيكونوا ضايرين بالكحل او فيهم الكحل من هنا من تحت
تيكون يعني الفم ديالو داير بالكحل وتيكونوا الرجلين ديالو كحلين من التحت كحلين من التحت. هذه هي المواصفات ديال الصرد. هادو صرديات دابا هادو صرديات هادو حروفات ان شاء الله الانتقاء ديالهم ومازال غنعاودوا عاوتاني نديروا يعني انتقاء اخر كيتشابهوا بزاف كاين كاملين عندهم هذا الشيء الفم كحل تمام. فوق العينين كحلين والرجلين كحلين تمام نقدروا نشوفوا لنا شي وحده عفاك هيدا نشوفوها الخروفه صعيب تشد ما عندهاش قرون صعيبه اذا هذه هي الخروفه اللي قلنا لها سي نور الدين صافي 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 خليها لا لا صافي 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 اذا هادو شنو الفرق صافي شكرا شنو الفرق ما بين هادو وهادو هادو الزياده ديال هاد يعني السنه اللي الخارطه تقدموا اللجنه ان شاء الله اللي غيقدموا اللجنه اللجنه الوطنيه للتنقيح والوشم في شهر 3 هادو هما هادو بالنسبة لهادو لا 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 هادو مازال حوان عندهم هادو نعجات اللي هما والدين اللي هما هادو تقريبا نقدر نقول لك عليهم بانهم تيخدم عليهم حساب التكاثر هادو نعجات تقريبا التكاثر هذوك نقولوا كنسميوهم حنايا ولاد العيدوت تقريبا هذاك هو الفحل اللي قلتي لنا عليه هذاك هو اللي كيدير جوج المليون اييه راه هذاك الفحل صعب كبير ها خليه يقدر يقرب لنا ابو وحده شحال
شحال دابا ولات ثلاثة ولا رباعي؟ غادي يكون تقريبا رباعي ولا سداسي رباعي. هادو كاين حتى المعز تما كيبان لنا المعز. شكرا لك بزاف اسي نور الدين على الزياره، القبول ديالك انا نزورو. كنشكرو النيابه، تشكر لنا سي منير المسقي اللي قبل حتى هو استضفنا عنده عندنا في الطيعه. اذا شكرا لك على التقاسم ديالك معنا، التجربه ديالكم، مجموعه ديال المعلومات اللي استفدت معك فيها، استفدت معك ايضا المتابع ديالنا الكريم، عرفنا الفرق ديال السرديل، الانواع ديالو، الجوده ديالو، طريقه ديال التسمين، طريقه ديال التطوير. الناس كنشكروا اعضاء ديال الجمعيه ديالكم اللي كتسهر على حمايه المستهلك ايضا، بالاضافه ل انا صافي. شكرا 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 لك سي نور الدين، كان مع اخر لا لا يخطيك. شكرا باش نشكركم اولا بالدرجه الاولى نتوما على الزياره، كذلك الشكر موصول للجميع، الطاقم الاداري للجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز، سواء منشط المنطقه ومنشط منطقه الوسط الجنوبي، كذلك جميع الاطر العامله بالاداره، اداره الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز، كذلك جميع اخواني التقنيين كنقدم لهم التحيه من هذا المنبر. بغيت نشكر كذلك اعضاء تجمع عبده على الاصغاء ديالهم والمجهودات اللي كيقدموا في هذا الاطار هذا. الشكر موصول كذلك لجميع الكسابه بالجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز على المجهودات ديالهم.